وللمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. أهلا بك يا جرمين، هل يعني تنقلي لنا الصورة لديك أهم ما تناقشه جلسات الحوار الوطني في محوره السياسي؟ نعم، بعد التحية بالفعل نتابع معكم من مقر انعقاد جلسات الحوار الوطني مع استئناف عمل الجلسات وبداية الأسبوع الخامس من الحوار الوطني. ولكن يجب أن نشير أن خلال الأسابيع الماضية حتى في فترة التوقف كان مجلس أمناء الحوار الوطني يعقد مجموعة من الجلسات المتخصصة، والجلسات المتخصصة تختلف عن الجلسات النقاشية من حيث عدد المشاركين، فعدد المشاركين بيكون أقل من الخبراء والمتخصصين والذين كانوا يعملوا على بلورة التوصيات التي خرجت من جلسات مجلس أمناء الحوار الوطني، وبعد ذلك ترفع في صورة اقتراح هذه القوانين. أما اليوم مع بداية الأسبوع الخامس فهو مخصص لجلسات المحور السياسي، حيث عقد لجنة مباشرة الحقوق السياسية عن مشروع قانون أو قانون مباشرة الحقوق السياسية. هذا القانون تم تناول فيه عدد من المواد الحديثة عن كيف يمكن توسيع وزيادة مشاركة المواطنين في الحياة السياسية والانتخابات، أيضا الحديث عن جذب الشباب والمرأة نحو المشاركة السياسية، كيف يمكن أن يكون للأحزاب السياسية دور في جذب المواطنين في المشاركات الحزبية، حديث أيضا عن القوائم تكون قوائم نسبية أو مغلقة، البعض تحدث عن اقتراحات أن يكون هناك تصويت إلكتروني في الانتخابات المقبلة لتشجيع الشباب أو حتى من هم في الخارج على المشاركة في هذه الانتخابات. أيضا تم الحديث عن عدد من المواد الهامة الضرورية والتأكيد على وجود هذه الحقوق السياسية، منها تحديد سن الانتخاب 18 عاما، وأيضا تخفيض سن الترشح ل 30 عاما، وهو ما يؤدي إلى توسيع وزيادة مشاركة الشباب في الحياة السياسية وفي الانتخابات أيضا. نعم. أيضا هناك جلسة عقدت من لجنة المحليات لاستكمال المناقشات حول قانون الإدارة المحلية، النظام الانتخابي، الحديث أيضا عن وضع تعريف للعامل والفلاح في القانون، والحديث عن النظام الانتخابي وعدد الدوائر وأيضا عدد المقاعد وتقسيمها، فكرة أيضا المساءلة لأعضاء المجالس المحلية من رؤساء المجالس المحلية حتى لا يتم إساءة استخدام هذا القانون. أيضا منذ قليل بدأت جلسة عن لجنة النقابات والعمل الأهلي عن حل تحديات العمل النقابي العمالي، والحديث عن تطوير العمل النقابي العمالي، وأيضا زيادة الاهتمام بالمنظمات النقابية وكيف يمكن استحداث منظمات جديدة. يعني إذا الأحاديث والاقتراحات المدبات تدم على مدار الجلسات في انتظار الوصول لتوصيات نهائية. أشكرك جرمين إبراهيم على كل هذه التفاصيل. جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك.